السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. ان شاء الله معنا النهارده صيانه جديده في لابتوب من شركه ديل. الموديل الخاص بالبورده بتاعتنا زي ما احنا شايفين 17859-1. تمام. طيب، بعيدا عن الكاميرا، انا فحصت الجهاز من خلال الفيجوال انسبكشن وما لاحظتش يعني اي حاجه على المذر بورد نفسها ما دون اللحامات اللي موجودة على السوكت دي. حاول بس ان انا اعمل لك فوكس عليها. زي ما احنا شايفين اللحامات جاية معايا بالشكل ده. هي مش افضل حاجة طبعا، ولكن انا شيكت عليها مفيش اي شورت. يعني في الوقت الحالي ان شاء الله باذن الله نقدر نشتغل على الوضع ده، ولما نخلص صيانة الجهاز نبتدي ان احنا نظبط اللحامات دي. تمام. طيب، مبدئيا كده خلونا نركب التستر بتاعنا ونزوم على تستر عشان بس نراقب بعض الاشارات. نحاول بس نعمل فوكس شوية كده. يعني اعتقد كده الحمد لله الامور واضحة، وهنبتدي ان احنا نركب الباور سبلاي. زي ما احنا شايفين الجهاز ما اشتغلش فعليا، وسحب في الاول حدود 270 ملي امبير، وبعد كده الجهاز اشتغل. طبعا كل الفولتيات على سلوت الرامات ظهرت معايا. إشارة الريزيت كمان ظهرت معايا بدون أي مشكلة. كمان أنا كان في عندي أكتيفيتي على البص الخاص بالإس إم، بص الخاص طبعا بسلوت الرامات. تمام. وبعد كده الجهاز فصل مباشرة ورجع لنفس السحب بتاعنا 277 أو 278 ملي أمبير. أحاول إن أنا أضغط على بريس الباور مرة تانية. دلوقتي أنا ضغطت على بريس الباور، ولكن مفيش اي استجابة عندي على بريس الباور، والجهاز في الوقت الحالي فاصل باور فعليا، ولكن السحب بتاعنا زي ما احنا شايفين 278 ملي امبير. طبعا ده ليه دلالات معينة، هنتكلم في الكلام ده كله كمان شوية، ولكن خلونا نعمل التجربة دي مرة تانية. انا دلوقتي ابتدي افصل الشاحن بتاعي واركبه مرة تانية. هنركب الشاحن، الجهاز اشتغل باور، والمفترض في الوقت الحالي ان هو تظهر معايا داتا على تيستر اليو اس بي، لان طبعا في اكتيفيتي عندي. اشاره الريزيت ظهرت، ودلوقتي السحب اللي قدامي ده اللي هو حوالي 900 ملي امبير غالبا بنسبه كبيره جدا. انا كل الدوائر عندي على المذر بورد اشتغلت، ولكن زي ما احنا شايفين الجهاز فصل معايا مره تانية باور ورجع للسحب اللي هو ال 280 ملي امبير. هضغط بريس الباور مره تانية احاول كده مع الجهاز، ولكن زي ما احنا شايفين انا بضغط بريس الباور دلوقتي مفيش اي استجابة عندي لبريس الباور. الجهاز استجاب المرة دي وفي اكتيفيتي عندي على الكلوك والداتا. اشارة الريزيت ظهرت معايا بدون اي مشكلة. انا مركب تيستر اليو اس بي دلوقتي. خلونا بس نشوف او نستنى ننتظر الجهاز هل هيظهر داتا معايا ولا لا. وفعليا الجهاز فصل ورجع لنفس قيمة السحب بتاعتي 282 ملي امبير. تمام. طيب، خلونا كده نقول ان ده بداية طرف الخيط بتاعنا اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه، اللي هو لو اعتبرنا في حالة الستاند باي. طبعا قيمة السحب دي يعني عالية جدا 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 بالنسبة لي سحب الجهاز في وضع الستاند باي. خلينا ننتظر بس لما الجهاز يفصل مرة تانية عشان اوصل لك الصورة بشكل كامل. فعليا فعليا دلوقتي الجهاز فصل معايا باور، ولكن لو افترضنا ان السحب ده هو سحب الستاند باي، لان فعليا فعليا الجهاز فاصل باور، تستر الرامات ما اشتغلش معايا. الكلام ده معناه ان الاثنين ونص وباقي الجهود اللي بعد الاثنين ونص فاصله معايا او مش شغاله معايا. الكلام ده برضه معناه ان المذر بورد فعليا فاصله باور. طيب، ازاي المذر بورد بتاعتي فاصله باور ويكون في سحب عندي في الستاند باي 283 ملي امبير؟ السحب ده عالي جدا 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 بالنسبه لمرحله الستاند باي. وعشان كده هنبتدي دلوقتي نستخدم الكاميرا الحراريه عشان نتاكد بس ان مفيش حاجه بتسخن معايا على المذر بورد. تمام. خلونا بس كده نرفع الكاميرا شويه عشان نستخدم الكاميرا الحراريه. وفعليا فعليا انا مسبقا مستخدم او مجهز الكاميرا الحراريه معايا. يعني انا مفيش مشكله عندي غير في المنطقه دي، ودرجه الحراره فعليا دلوقتي في الوقت الحالي 97 درجه سيلسيوس. تمام. طيب، الكلام ده معناه ان احنا في المنطقه دي، وفعليا فعليا دلوقتي المنطقه دي سخنه جدا. خلونا بس نقلب المذر بورد الناحيه الثانيه، لان هنا مفيش اي اي سي هات. خلي بالنا بس عشان ما نعملش شورت.
الجهة المقابلة للناحية التانية هي المنطقة دي بالظبط. خلونا كده نتأكد من الكلام ده. فعليا انا درجة الحرارة دلوقتي عندي على الكاميرا الحرارية 174 درجة، وفعليا احنا موجودين في المنطقة دي، تمام. خلونا كده نفصل الباور سبلاي. فعلا انا لما حطيت ايدي على الاي سي ده، درجة حرارة الاي سي مرتفعة جدا. فعليا الاي سي ده هو اي سي البي دي اللي من شركة تكساس انسترومنت، والارقام بتاعته المعروفة بالنسبة لنا. الكلام ده معناه بنسبة 100% ان انا في مشكلة عندي في اي سي البي دي. طيب طالما في اي سي بي دي على المذر بورد، معناها ان بنسبة كبيرة جدا الجهاز ده بيقبل يشحن من التايب سي، تمام. طيب خلونا نشوف رأي تيستر التايب سي، او لما نوصل الشحن بتاعنا عن طريق سوكت التايب سي، هنشوف ايه اللي هيظهر معانا وايه اللي هيحصل معانا. فعليا مفيش اي بيانات ظهرت معايا، مفيش اي كونكت ظهر معايا. خلونا نقلب السوكت على الجهه الثانيه، او نعدل بس الاورينتيشن. فعليا مفيش اي استجابه، والكلام ده معناه برضو او بيأكد معانا تلف اي سي البي دي. هنبتدي دلوقتي تحت الميكروسكوب نرفع اي سي البي دي ونبتدي ان احنا نغيره، ونرجع مره ثانيه عشان نجرب مع بعض. Thank you.
طيب دلوقتي بعد ما غيرنا السي ال بي دي بتاعنا اللي كان فيه مشكلة، خلونا دلوقتي نبتدي نوصل الباور سبلاي ونشوف هل المذر بورد هتشتغل ولا لا. مبدئيا كده طبعا السحب دلوقتي 2 ملي امبير، 21 ملي امبير، والمذر بورد اشتغلت لوحدها. شرط كارت التستر بتاع الرامات كلها سليمة، كلوك والداتا كانت سليمة معايا، ودلوقتي شرط الريزيت شغالة معايا بصورة سليمة. طبعا السحب اختلف، انا ملاحظ ان السحب قل شوية عن المرة اللي فاتت، والسحب ستاتيك او دايناميك مش ستاتيك. فانا كده نشوف النتيجة على تستر اليو اس بي. المذر بورد فصلت باور، المفترض ان هي تشتغل مرة تانية، فعلا اشتغلت مرة تانية والحمد لله. زي ما احنا سمعنا المذر بورد بتاعتنا اشتغلت داتا تمام. طيب خلونا دلوقتي بقى نجرب سوكت التايب سي ونشوف هل المذر بورد هتشتغل منه ولا لا. الملاحظة الاولى ان الحمد لله تستر اشتغل، وفعليا فعليا المذر بورد دلوقتي اشتغلت باور من خلال تستر اليو اس بي. خلونا نتأكد من وجود الداتا، انتظر بس ظهور الداتا على تستر اليو اس بي. وصلت باور، هل هتشتغل مرة تانية؟ فعلا اشتغلت مرة تانية لوحدها. وزي ما احنا سمعنا كده الحمد لله المذر بورد بتاعتنا اشتغلت باور وداتا بدون اي مشاكل. طبعا العطل بتاعنا كان واضح وصريح، يعني ما كانش محتاج مجهود في حل العطل. بعيدا عن الكاميرا هنبتدي طبعا نظبط اللحامات الخاصه بالسوكت ده، ونعزل طبعا الاطراف دي بالهيتش رينك، لان الاطراف دي ممكن تعمل معايا شورت وممكن تفصل لي المذر بورد باور. فعشان كده بعيدا عن الكاميرا هنبتدي نظبط اللحامات دي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. وطبعا قبل ما نختم الفيديو، انا اكيد طبعا طالما معانا مذر بورد شغالة هنبتدي ان احنا ناخد الممانعات بتاعتنا، واسيب لك التشريح بعد ما الفيديو ينتهي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة، وكالعادة كل اللي محتاجينه منكم دعوة من القلب.